متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مغني الراب الجزائري سولكين كشف عن شخصيات سلسلة وان بيس والتي استلهم منها اسم الشهرة سولكين. عبد الرؤوف فاجأ متابعيه بحصوله على كامل شخصيات وان بيس في هذا المقطع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.